وهل المهاجم كان سابقا نعم للدفاع قبل النهايه قبل قبل المدافعين او كان او المهاجم راه الامام هو اللي راه في الامام والمدافع راه وراه شباب قسنطينه وراه الارض تمام وتاع شباب التصاور هو اللي راه في الامام لهنا اليدين وراهم شوفوا بعد كي كسر يديه اللاعب يوصلك هكذا نعم. بعد الدفع خليه شوف ايش بده يدو فيها شك يعني فيها شك. هو بعد الدفع نحى يدو قال ما فيش عندك كل الوقت كرة ثابتة هي الحل أمام فريق شبيبة الثورة بورديم يتقدم بورديم يسجل في هذه اللحظة دقيقة 71 وافتتاح باب التسجيل لفريق شبيبة الثورة هدف مهم ومهم جدا في هذه اللحظات بالضبط قبل نهاية اللقاء 20 دقيقة ربما هنا نظن هنا تغير المعطيات المقابلة خاصة فريق شباب قسنطينة يخرج من القوقعه الدفاعية نتاعه ويحاول يعدل النتيجة أو يرجع في النتيجة ولهذا نشوفه هنا يمكن تغير معطيات المقابلة بعد تسجيل الهدف بإمكان شباب قسنطينة التعديل وبإمكانه تلقي الأهداف هكذا ما تريد تقوله بإمكانه تلقي هدف ثاني وبإمكانه أن يعدل النتيجة وهو كذلك سي بن عيسى شريف أو بشير محلل التلفزيون الجزائري اليوم من مدينة الثورة ملعب 20 أوت بالعرض البطيء بورديم تسديدة محكمة في الجهة الصعبة إيمان راح مع الكرة